وأقرب وباء حصل وكان وباء توفي بسببه آلاف البشر وما حصل عام 1337 للهجرة 1918، وكان الناس يسمونها هنا في المملكة بسنة الرحمة، وسموه بذلك تفاؤلا بنزول رحمة الله، وقيل لكثرة من يقال مات فلان رحمه الله، فكانت تسمى سنة الرحمة. وكان الوباء في تلك السنة على الأرجح هو الإنفلونزا الأسبانية، وكان هذا الوباء يأتي للبلد فيموت نصف عدد السكان، بل بعض البلدان مات ثلاثة أرباع السكان، ويأتي للبيت ويموت جميع من في البيت. وذكر في هذا قصص عجيبة وغريبة. ومن القصص اللطيفة التي ذكرها بعض المؤرخين أن بيتا كان فيه 12 نفسا ما بين أرامل ونساء وأطفال وصبيان، وكان يقوم عليهم رب البيت، فأتاهم هذا الوباء فانتشر بينهم فماتوا جميعا كل واحد تلو الآخر ما عدا رب البيت، سبحان الله سلم. وكان يقول أنا مثلهم مريض، لكن ليس عندي وقت للمرض ولا للنوم، لأنه كان يقوم على شؤونه، ولعل الله تعالى نجاه بسبب إحسانه إلى هؤلاء الضعفاء. والقصص في هذا كثيرة، هناك يعني بعض المؤرخين الذين كتبوا عن سنة الرحمة وما حصل فيها من أحداث، فهي أقرب حدث مشابه لما نعيشه هذه الأيام.